لا تزال قضية الطفل السوداني أحمد محمد الحسن تتفاعل في وسائل الإعلام الأمريكية بعد أن أعلنت شرطة ولاية تكساس تبرئته من تهمة حمل متفجرات إلى المدرسة. ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الطفل السوداني أحمد محمد الحسن إلى زيارته في البيت الأبيض، وعرضت عليه كبريات الشركات الأمريكية والوائفة تشجيعا لموهبته. الطفل السوداني أحمد البالغ من العمر 14 عاما، والذي شغل الرأي العام الأمريكي والعالمي وأجعل مواقع التواصل الاجتماعي على مدى 3 أيام يظهر على شاشة شبكة التلفزة الأمريكية CNN الشهيرة بعد أن تجلت الحقيقة بتبرئته من تهمة حمل متفجرات إلى مدرسته بمقاطعة إيفرينغ بولاية تكساس الأمريكية. كنت في غاية السعادة وأنا أحمل معي إلى المدرسة آخر مخترعاتي، لكن يؤسفني أن أقول إنني وبعد أن عرضتها على معلمتي في الفصل اتهمتني بتهديدها واستدعت الشرطة وأخذوني إلى المحتقر. مسؤول الشرطة بمنطقة إيفرينغ بولاية تكساس قال إن الشرطة احتجزت أحمد لحمله جهازا يشكل تهديدا محتملا للأمن والسلامة، لكن متحدثا باسم الشرطة عاد وقال يوم الأربعاء إنه لم توجه أي تهمة للطفل السوداني أحمد. بعد فحص الجهاز واكتمال تحريات الشرطة اتضح أن الجهاز الذي كان يحمله أحمد لا يحوي أي متفجرة، بل كان جهازا من صنع محلي لا يشكل أي خطورة. عمدة منطقة إيفرينغ بيث فان ديون أصدرت بيانا عن الواقعة قالت فيه إنها لا يمكنها توجيه اللوم إلى المدرسة والشرطة على أمر ظنت أنه يشكل تهديدا محتملا للأمن والسلامة. الطفل السوداني أحمد وجد تعاطفا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا سعيد للغاية أن أحظى بهذا الدعم والتعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي. كبار المسؤولين في شركات مواقع التواصل الشهيرة مثل تويتر وزيدك عرضوا وظائف على الطفل السوداني أحمد، مشيرين أنه يمتلك مواهب يجب أن تجد التشجيع والدعم وليس الاعتقال. بل أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعاه لزيارته في البيت الأبيض ليطلع على الساعة التي اخترعها. Do you ever see the discrimination part of it? Sure, I don't think a 14-year-old should ever get arrested for bringing a clock to school. ومع ارتفاع وتيرة الحملات الانتخابية، امتدت قضية أحمد نجل محمد الحسن الصوفي، أحد المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية في السودان، لتحتل جانبا من مناظرة المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ظهرت الحقيقة وتجلت موهبته. رأس وجه الثقة.